هذا المساء اختار المنتدى أن يكرم سعادة الدكتور عقيل الفردان لحصوله على المركز الأول على مستوى المملكة في تجربة المريض. الدكتور عقيل من مواليد جزيرة تاروت، حاصل على البكالوريوس في الطب من جامعة الملك فيصل بالدمام، وحصل على الزمالتين السعودية والعربية من مدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض. الدكتور الفردان ترأس عدة لجان طبية وصحية، وله مشاركات تثقيفية وتوعوية في المجتمع في مجال أمراض السكري والضغط والسمنة، فليتفضل بإلقاء كلمة بسيطة حول تجربته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة المنتدى على إتاحتهم الفرصة هذه واللفتة الجميلة اللي يعني كرموني فيها ويعني خلوني أقف الموقف هذا. بخصوص يعني البرامج اللي موجودة في وزارة الصحة بحكم التحول الموجود 2030، فيه برنامج جديد إلى قياس بعض المؤشرات. المؤشرات هذه المفترض تعكس المنجزات اللي موجودة على الأرض، اللي هي تعكس التطور الحاصل في البلد ككل وفي وزارة الصحة بشكل خاص. واحدة من المؤشرات اللي هي يعني تلامس المستفيد بشكل مباشر هي تجربة المريض. تجربة المريض كانت تسمى سابقاً اللي هي رضا المراجع، الآن تجربة المريض. أي واحد يحجز موعد، أي واحد يتلقى خدمة، أكيد يكون له تجربة مع بداية من حجز الموعد إلين الاستقبال، إلين يدخل على التمريض أو يدخل على الطبيب يلقى الشرح الموجود، وبعدها يأخذ الخطة العلاجية والمتابعة. كل هذه يعبر عنها تجربة المريض. عالمياً المؤشر هذا مقاس من جميع الدول، وتسعى كل الدول أنها توصل إلى المؤشرات المعدلات المطلوبة. لا زالت المملكة العربية السعودية في كل المؤشرات حق تجربة المريض لا زالت هي أقل من المعدلات العالمية بشيء بسيط، ما هو بشيء كثير، وهذا يعني متوقع مع الوقت المفترض أنه يتحسن. تجربة المريض لأنها تتعلق بأمور عدة، ما راح تتعلق فقط باستقبال أو بحجز موعد، فلذلك تحسين التجربة يحتاج إلى يعني عناصر عدة. مهما أوتيت من قوة كوزارة ومهما يعني عمل التطوير، بعض الأحيان قد لا يصادف هوى المريض أو رغبة المريض. نضرب مثال بالخدمة الإلكترونية. إذا جيت سويت خدمة إلكترونية وقلت للناس لا تجل بموعد في المركز الصحي، والناس نفرض أنهم أميين في المنطقة 90% أميين، أنت ما خدمتهم كذا، قد يعطوك تقييم سيء مع أنه يعني من منظورك أنت كوزارة أنك خدمت المراجع. فلذلك دور المؤشر هذا دور يعني أكيد يعكس رضا المراجع ويعكس شيء عن الخدمة المقدمة إلى المراجعين. تجربة المريض لها عدة مراحل، واحد من المراحل حقها اللي تتكلم عنه الوزارة هو زيارة الطبيب، ولأن المريض يقضي وقت طويل مع الطبيب فلذلك صار فيه خمس عناصر يتم تقييمها بعد كل زيارة. الخمس العناصر هذه تتحدث عن هل تم الشرح الوافي لك من قبل الطبيب، هل جاوب على الأسئلة والمخاوف اللي موجودة عندك، هل أشرك في اتخاذ العملية العلاجية، هل شرح لك الطرق العلاجية المختلفة طرحها لك، وأيضا هل توصي بزيارة هذا الطبيب من عدمه. الوزارة مش هي اللي راح تجمع البيانات، تجمع من قبل شركة محايدة اسمها بريس جيني. الشركة المحايدة هذه هي تقوم بجمع البيانات عبر عينات عشوائية من جميع أنحاء المملكة بناء على المراجعين. مفترض كل مراجع بعد ما يخلص الزيارة تجيه رسالة معنونة باسم وزير الصحة لأنها قيم الزيارة الأخيرة إلى المركز أو إلى المستشفى أو إلى الطبيب. التقييم اللي يجاوب على التقييم هذه يروح بعدين إلى فلترة أخرى من قبل الشركة هذه وتأخذه بطريقة عشوائية. لأول مرة في الربع هذا إنه يتم قياس تجربة المريض فيما يخص الطبيب.
أخذوا الطبيب في المراكز الصحية نتكلم، أخذوها في أربع مراحل، في أربع مستويات، مستويات الأطباء العموم، مستويات التخصصات الأخرى، مستويات أطباء الأسنان، ومستويات الأطباء الاستشاريين اللي طب الأسرة. المنطقة ككل إذا نتكلم عن المنطقة الشرقية كاملة حققت تقريبا 20% من إنجاز المملكة. 20% من الأطباء اللي تم اختيارهم اللي هم 60 15 من كل مجموعة، 60 20% منهم هم من المنطقة الشرقية، 66% من 20 هذا هم من محافظة القطيف، سواء كانوا يعملوا في القطيف أو يعملوا في المناطق الأخرى اللي هي حاضرة الدمام. شيء يدعو إلى الفخر، وشيء يدعو إلى بالفعل قياس الإنجازات بهذه الطريقة، يعكس بالفعل التقدم الحاصل. نتمنى إن شاء الله أن يعني تستمر الأمور على ما هي عليه في هذا الجانب، ونلقى إن شاء الله الخدمات الصحية المناسبة لجميع المواطنين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.